الاجتماع وهذه الزيارة في إطار متابعة السيد الوزير للاستعداد لامتحانات الشهادتين والوقوف على كافة الاستعدادات والصعوبات والتحديات التي تواجه المركز في تنفيذ الامتحانات. العملية الامتحانية كما نعلم جميعا تبدأ من تسجيل الطلبة ومرورا بتحديد مقر لجان الاستعداد لوضع الأسئلة، صرف أرقام الجلوس وطباعة الأسئلة. الثانوي وطبعا احنا يعني الأعداد زي ما ذكر مدير حيث أننا ناخذ 80 من الطلاب، كل الطلاب يتم الصرف أرقام. طبعا احنا كمنال لدينا حوالي أكثر من 130 مراقبة تربية وتعليم، وكل مراقبة تربية وتعليم لديها مكتب الامتحانات. طبعا يأتي هذا الاجتماع يرتكز حقيقة العديد من النقاط اللي هي يعني حول الاستفسارات الواردة إلينا من جميع المراقبات التعليم في ليبيا، وأيضا من السادة أولياء الأمور اللي هم دائما يحبوا يطمنوا على إجراءات أبنائهم حيث دراسة المنظومة. ورد لنا العديد من الملاحظات اللي هي أولا تتمثل في الطلبة المتعثرين اللي هم لم يتم إدراجهم في المنظومة خلال السنوات السابقة، ونحن الآن يعني بدأنا في كل يعني أولا هو عملية عدم الإدراج ليس هي حقيقة كانت من مسؤولية المركز الوطني للامتحانات نظرا للانقسام اللي كان حاصل طيلة السبع سنوات، وهذا أثر حقيقة تأثير كبير على ضم كل الطلاب داخل منظومة واحدة. المركز يسعى حديثا إلى أن كل الطلاب خلال السنوات السابقة كل السلم التعليمي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي يكون كل الطلاب مدروج السلم التعليمي، وهذا يعني ليس العمل السهل إنما يحتاج إلى الشغل، ونحن في دورنا اليوم نطمن على سير هذا الملف وهو ملف مهم جدا جدا. الأمور نحن دائما يعني يترد علينا أن الإدخال نبدأ إن شاء الله بعرض ملخص لعملية التسجيل ومقارنتها طبعا المنظومة تشتغل على مستوى ليبيا كامل فيها كل المراقبات وكل المدارس المشغلين من داخل المدرسة، كل واحد منهم يمارس عمله وفق التخصصات الصلاحية اللي عنده. إدخال الطلبة يتم من داخل المدارس، غسل الدرجات من داخل المدارس، وتشمل المنظومة طبعا جميع الطلبة في المدارس العامة والخاصة وطلبة المنازل والاشتراك التكميلي والمنزلية والتعليم الديني من الصف الأول التعليم الأساسي إلى الصف الثالث الثانوي بتخصصات المختلفة من مثال الأدبي والعلمي والتعليم الديني. وأعتقد العام الدراسي الحالي حيتم إدخال فئة الصم البكم 324,076 طالب داخل ليبيا. هذا الاجتماع كان الأهداف أولا الاطلاع على ملفات الطلاب المتعثرين نظرا لورود بعض الشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم من تأخر حلحلة بعض هذه الملفات، وترخص الطلبة المتعثرين في الطلبة اللي هم خضعوا إلى جودة الانتقال من مكان إلى آخر من خارج ليبيا إلى داخل ليبيا، أيضا بعض الطلبة لا يوجد لهم سلم تعليمي داخل المنظومة فبالتالي يندرج تحت ملف المتعثرين، وهذا الملف طبعا يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى دراسة. اطلاعنا اليوم حطتنا من قبل مركز وطني الامتحانات لوجود العديد من الاستفسارات والمراسلات من قبل السادة المترددين على الوزارة من أولياء أمور أيضا من المراقبات، وأحاطنا إحاطة تامة عن هذا الملف وسبب التأخير، ووجهنا المركز إلى حلحلة هذا الموضوع إلى تشكيل لجان تكون هذه اللجان لها توزيع أفقي وتحاول أن تسرع بهذا الملف وتم حلحلته. وعدنا أن باستكمال شهر رمضان المبارك سوف يتم حلحلة ملف المتعثرين بالكامل. الأمر الثاني في هذا الاجتماع كان يتلخص حول الاستعداد للامتحانات النهائية، سواء مرحلة التعليم إنهاء مرحلة التعليم الأساسي وكذلك إنهاء مرحلة التعليم الثانوي، وتم اطلاعنا على كل الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من آليات
آليات وضع الأسئلة، من آليات الاختيار، أيضا من آليات إعداد المنظومة بصرف أرقام الجلوس بالإعداد، وهذا كله تم الاطلاع عليه. وجدنا هناك يعني إضافات جديدة داخل المنظومة، ومنها صرف بطاقة للطالب من بداية العام الدراسي، وهذه بطاقة مهمة جدا جدا تحمل كل بيانات الطالب، وهذه تدل على أن الطالب تم تسجيله في المنظومة، وأن الطالب يوجد له تسلسل داخل المنظومة. أيضا تم التأكيد على كل الطلبة، وأيضا تم إعطاء تنبيهات لمكاتب الامتحانات للاطلاع بمهامها، بحيث يكون حلحلة مشاكل الطلاب، بحيث يكون كل طالب يحمل رقم جلوس قبل دخول الامتحانات، ومنع لأي تعثر، ومنع لإرباك العملية الامتحانية لمراحل التعليم المختلفة. الملف الأخير والمهم حقيقة، يعني نحن نود الربط بكل المنظومات، باعتبار أن نحن لهذا العام في وزارة التربية والتعليم أطلقنا عام التحول الرقمي، نسعى من خلال أضرع التنفيذية للوزارة أن يكون مساهمتها بشكل كبير في التحول الرقمي داخل وزارة التربية والتعليم، ولله الحمد يعني أنجزنا جزء كبير جدا جدا من التحول الرقمي، ونحن لازلنا في الثلث الأول من العام 23، ولله الحمد يعني قطعنا جزء كبير من التحول الرقمي، والآن بإذن الله تعالى مع بداية العام الدراسي القادم يكون كل المنظومات الإلكترونية، والآن اطلعنا على كيفية انتقال الطالب من المدرسة للمدرسة، ينتقل الطالب كله إلكتروني ما بين المدرسة، لا يوجد ملفات ورقية، لا توجد مستندات ورقية، وهذا كله أمر جيد يعني يسهم في التحول الرقمي اللي أطلقناه بداية العام 23.